عايزة إسراء تحكي لنا عن لحظات خاصة جدا مع الفرسة، هي سندريلا فرسة. أيوه. اللحظات الخاصة بتأكليها بنفسك، بتراعيها، بتتكلمي معاها، بتوديها، لو تعبت، لو مرضت، بتعملي إيه؟ أنت لو متضايقة هي بتعمل إيه؟ علاقتك بيها؟ بصي، هو أولا أنا الحمد لله وصلت لمرحلة إن أنا ومن وأنا في العربية بره هي بتنده عليا. إزاي؟ بتفضل يعني بصوتها بتتصل صوت وبايديها بتفضل تخبط كده، بتعمل كده عشان تقول لها مكانها فين، بتحدد لها مكانها. حضرتك فهمتي بقى الحصان وصل معاها يعني لمرحله ايه؟ زكاة. بتخبط في رجلها في الارض اول ما تشم ريحه اسراء موجوده في المكان، في استقبال ورسالة من العربيه بره. يعني لسه ما دخلتش، ادخل عليها اكلها. وبعدين نقطة مهمة جدا، بخش عليها البوكس زي ما الكابتن بيقول. أنا مرة دخلت في ديلا، سندريلا أساسا من الفرس اللي بتضرب أي حد يقرب من نص رجلها اللي ورا ده، ما بترفص ما بترحمش. لا أنا اكتشفت بس لبست في ديلها ما عملتش أي حاجة، راحت لفالي ومعدولة يا حبيبة قلبي. والله لما ببقى متضايقة ولا زعلانة والله بتلاقيها بتجيلي وتقف معايا وتحط راسها على كتفي كده، اللي هو هي فعلا بتحس بيكي جدا. دي صورتك اللي معانا وانت بتاخدي الكاس من وزير شباب الرياضه دكتور اشرف صبحي واعتقد النجمه مصطفى شعبان. كنت مبسوطه جدا يعني اللحظه دي بتعبر، عارفه يعني فرحتها على يعني كل سنين التعب يعني انت بتتكرمي على حاجه انت فعلا تعبتي فيها قوي. هو الكابتن حاتم قالها، هو بس يعني لو تسمح لي ان انا اقولها بطريقه تانية، هو مش بس اذا اراد العقل استجاب الجسد، ده هو اذا اراد العقل والانسان والقلب برضا وبيقين ربنا بيسخر الكون كله بالزبط. يستجيب بالزبط. وانا هنا بقى انا مش عارفه انتوا كلكم حلوين، اسال مين ولا مين. انا هرجع لبسام. بسام انت يعني نفسك تعمل ايه؟ انت النهارده محقق ما شاء الله بطولات في مجال من الصعب على اي انسان عادي عنده امكانيات كتيره قوي مش متاحه بالنسبه لك ان هو يخش فيه. نفسك في ايه؟ حاسس انك خلاص حققت اللي انت عاوزه ولا لسه في حاجات في بالك؟ انا بتمنى ربنا يكرمنا ان شاء الله والايام الجايه دي نثبت بقى للعالم كله ان المصري عنده رياده، لان انا شايف ان احنا كمصريين نستاهل ان احنا يبقى عندنا رياده ونعمل حاجه العالم كله يمشي ورانا، مش احنا نمشي ورا العالم. صحيح. انا بفضل الله انا فرعنا لا جوانا الهرمونات دي، جوانا الهرمونات الفرح. احنا بفضل الله انا اول واحد في العالم يركب خيل ويقفز حواجز، وبفضل الله قدرنا نعمل كورس 8 سدود وبنقدر ننط الكورس كامل. طبعا المهتمين بالمجال عارفين ابرايت، احنا بنبقى بطلع ابرايت على الثالثه دلوقتي ما شاء الله، يعني 80 سنتي 98 يعني بفضل الله احنا عملنا حاجه. يعني الحصان بيقف على الرجلين الخلفيه ويرفع الرجلين الاماميه ويقفز، هو بينط مش يقف بيقفز بينط ارتفاع 80 يقفز كده. ما تشرحوا لنا عشان ملوش في الفروسيه، هو لازم الحصان هيقف على رجليه اللي ورا لان دي المواتير الاساسيه، وبيبدا يطلع برجليه اللي قدام في الهواء ويطير من الناحيه الثانيه ينزل ناحيه السد الناحيه الثانيه. وبسام متحكم فيه ووائل متحكم فيه لان نفس القصه بالظبط واسراء. طيب